السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سما العربي. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض جولة حلوة في سوق البوادي لمحل اسمه نجم التوفير. محل نجم التوفير ده هو شامل احذية وشنط. الموديلات ان شاء الله تعجبكم، هعمل لكم فيه كده جولة سريعة. محل نجم التوفير ده في سوق البوادي عند مدخل رقم 9. اسألوا على مدخل رقم 9 واسألوا على المحل، هتلاقوه على طول. هو مشهور هناك ومعروف ما شاء الله، عنده موديلات حلوة، عنده قيمة تميز في موديلات حديثة جميلة جدا ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم. انا صورت لكم الكارت بتاع المحل في اول الفيديو، تقدروا تعملوا سكرين عشان تسألوا عليه. نجم التوفير عند مدخل رقم 9. شنط الظهر 36 ريال، عنده موديلات حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم. الموديلات اللي عنده تنفع اطفال، وفي منها ازواق تنفع كبار. اي شنطة ظهر بتسعى ب36 ريال، وعنده بارتفيهات سواريه حلوة جدا. تعالوا بقى على الشنط، عنده تشكيلة من الشنط حلوة جدا. اي شنطة حريمي ب39 ريال. هي اسعار المكان ده متفاوت من 11 ريال ل39، وانا ان شاء الله وانا معاك كده الموديلات هقول لكم برضو اسعارها ايه. ولو في اي استفسار في الكومنتات هستنى كومنتاتكم. عنده تشكيلة من الشنط حلوة جدا وتناسب كل الاذواق وبأحجام مختلفة وأشكال متفاوتة. إن شاء الله تروحوا المكان ويعجبكم. دي بقى صنادل الحريمي، وفي منها جزم ب36 ريال. وفرد وصنوبر عندهم حريمي حلو جدا ب36 ريال. وفي موديلات ب26 وفي موديلات ب31، الاسعار متفاوتة. هي اغلى حاجة عندهم ب39 ريال. عايزه اقول لكم ما شاء الله الموديلات حلوه جدا وموديلات كتير. هتحتاري انت هتاخدي ايه من ايه، من شكلهم ومن جمال المكان والحاجه اللي فيه. موديلات جميله جدا وخامتها كويسه، وعنده سواريهات. عنده بقى شوزات، الشوزات جميلة جدا ب36 ريال. من كل موديل في منه الوان وفي اشكال. بصوا يا بنات، ده سكتشر تقليده ب31 ريال، في منه الوان كتير جدا وفي مقاسات لغاية 41. ده التقليد بتاع سكتشر. بصوا يا بنات، ده ب31 ريال. بصراحة المكان عجبني جدا واسعاره كويسة، عشان كده قلت لازم اصوره لكم وافيدكم بيه. بصوا دول الوان بتاعة الشوزات. ما شاء الله قمة في الروعة، والخامات حلوة جدا. انا بصيت على الخامات بتاعتهم حلوة جدا. ان شاء الله تروحوا المكان ويعجبكم، واكون فدتكم في الفيديو ده.
نخش بقى على الشوزات الرجالي، بما ان انا ما بهتمش شويه بالحاجات الرجالي عشان ماليش فيها خبره، بس صورت لكم الموديلات اللي هناك. برضو الاسعار بتتفاوت 36 31 39. في برضو اشكال حلوه جدا بصراحه، عجبني حاجات حلوه قوي في الشوزات الرجالي. دي برضو موديلات من السنوبر، عندهم موديلات كتير جدا وحاجات حلوة. دول رجالي وينفعوا برضو تاخديهم للبيت. الأسعار برضو يا بنات متفاوتة، في ب21 وفي 26. انا مش عارفه اصور لكم ولا ايه ولا ايه، بصراحه جمال جدا. كل الموديلات هناك عجبتني والاسعار حلوه جدا. هستنى كومنتاتكم تقولوا لي المكان المره الجايه عايزين المكان يكون فين. انا بحاول اشوف لكم مكان لمحلات الاقمشه يكون اسعارهم حلوه. انا مش ناسيه ان انتوا عايزين محلات اقمشه، بس انا مش لاقي حاجه اسعارها تكون كويسه. عايزه اجيب لكم حاجه تكون سعرها حلو. دي برضو شنط حريمي، كانت في الجزء الثاني، موديلات حلوه جدا برضو، شنط كبيره. ان شاء الله هتروحي وتلاقي الحاجه اللي انت محتاجاها والموديل اللي انت بتدوري عليه. بصراحه لقيت عندهم حاجات كتير جدا ما شاء الله، موديلات مختلفه وحاجات حديثه. يلا بقى اروح شويه بقى لحاجات الاطفال، احنا ظالمين الاطفال معانا. عندهم شوزات اطفال، دول ولادي، الاسعار برضو يا بنات متفاوته. عايزه اقول لكم بصراحه عجبني جدا هناك، عندهم تشكيله شوزات جميله جدا بصراحه. دي شوزات بناتي، وده بنكمل بقيه تشكيله الشنط. معلش انا بتنقل من قسم لقسم بسرعه عشان بيبقى في ناس معديين، مش حابه اضايق حد. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. انا رجعت اكمل لكم بقيه قسم شوزات الاطفال. هقولكوا تاني على عنوان المحل، هو اسمه محل نجم التوفير في سوق البوادي، مدخل رقم 9. هو قريب جدا من البوابة، انت بس روح عند بوابة 9 واسأله على اسم المحل، او هو قريب برضو من مذهلتي عشان تقدري توصلي له. مذهلتي ده اللي هو محل ابو 2 ريال. ان شاء الله تروحوا ويكون المكان عاجبكم. بجد عنده تشكيلة حلوة جدا ومش هتخرجي من عنده غير وانت جايبة طلبك.
ودي برضو معانا شوزات اطفال، ودي حاجات بنانيتي، اتمنى النهارده يكون الفيديو بتاعي عجبكم وقدرت افيدكم.